والحين رح نتكلم عن طريقة الرد على الإيميل اللي تم إرساله لنا. لازم نتأكد إن إحنا we reply to an email وما نرسل إيميل من أول وجديد ردا على الإيميل اللي تم إرساله مسبقا، علشان يكون سهل إن إحنا نحصله ويكون حلو كأن إحنا نشوف كل الإيميلات وكل التواصل اللي تم على هالموضوع. أهم النقاط نحطها ببالنا لما نبي نرد على إيميل تم إرساله لنا، أول شيء الموضوع ما يصير نغيره، لازم we have to keep it the way it is. ثاني شيء ما نختار الـ reply button، لا لازم نختار الـ reply all button علشان يوصل الرد مالنا حق كل الإيميلات اللي مذكورة. وثالث وأهم نقطة، لازم نجاوب على السؤال اللي نسأل لنا بطريقة مختصرة ومفيدة ونذكر كل المعلومات اللي انطلبت منا. أهم عبارات ممكن نستخدمها لما نرد على إيميل، أول شيء نشكر الشخص اللي أرسل لنا الإيميل، فممكن نقول thank you for your email أو thank you for contacting me. وبعدين نكتب قبل لا إحنا نكتب المعلومات اللي انطلبت منا نقول please find my response below. بس إذا ما قدرنا إن إحنا نوفر الرد في نفس الوقت أو في أسرع وقت ممكن نقول thank you for your email, I will give you my response أو I will reply back with my response tomorrow أو ممكن on Saturday. Let's just give them a deadline، نحط لهم يوم إحنا ممكن نرد أو نقدر نرد عليهم فيه. We sign off بنفس الطريقة اللي ذكرناها من قبل، kind regards, regards, best regards والاسم والمسمى الوظيفي إذا أمكن. وبالنهاية أشكركم على متابعة الفيديو، وانتظرونا في صفحتنا بالإنستغرام، رح نعلن قريبا عن ورشات مختلفة ومكثفة للتطوير المهني.